السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم. معاكم كينج شيف، برحب بكل أصدقائي اللي اشتركوا معايا جداد وأصدقائي القدام، برحب بيهم. كبار يا ريت يا جماعة اللي لسه ما اشتركش في القناة اشترك في القناة، اللي ما فعلش زر الجرس فعل الجرس عشان يوصلنا كل جديد، وتابعونا دايما ونقول ايه رأيكم في الأكلات الجميلة اللي احنا بنقدمها لكم، وتكتبوا تعليقاتكم ونعرف رأيكم ايه بصراحة. قبل ما نبتدي واقول لكم المقادير بتاعتنا واقول لكم الأكلة بتاعتنا هي ايه بالظبط، بقول لكم كل سنه وانتم طيبين. احنا في اول شهر رجب اهوتي، بقينا في اول اسبوع فيه، كل سنه وانتم طيبين احنا وانتم الامه الاسلاميه يا جماعه، يا رب واللهم بلغنا رمضان بكل الصحه والخير وسعاده، وربنا يجعلها سنه على الامه الاسلاميه جميله وسعيده. النهارده يا جماعه انا معايا السمكه دي، سمكه الدنيس. السمكه دي تقريبا نص كيلو، والسمكه اللي احنا النهارده هنعملها بصوص المستردة والجبنه البيضاء. يلا بينا اقول لكم المقادير اللي معانا ايه. المقادير اللي معانا، احنا معانا معلقه زبده، النهارده مش هنشتغل بزيت الزيتون، هنشتغل بمعلقه زبده. معانا نص معلقه فلفل اسود، معانا اربع معالق مستردة كبار، عندنا معلقه ملح صغيره، عندنا قطعه جبنه مقطعه مكعبات جبنه بيضاء 100 جرام تقريبا، عندنا عود كرفس بقدونس كزبره، ممكن نستخدم اي حاجه، عود صغير كده بتاع 20 جرام، وعندنا نص معلقه طبعا كمون. النهارده زي ما انتم شايفين غيرت البهارات بتاعتي خالص، الاسئله اللي فيها معانا فصين توم مقطعين، معانا قرن شطه حراقه، قرن فلفل، ممكن احط فلفل اخضر عادي. ويا جماعه المكونات عندي الاساسيه، الاساس عندي الزيت او الزبده، المستردة، الجبنه، وطبعا البهارات الخفيفه عاوزين نزود برضه نزودهم. عاوزين المكونات اي كانت، ممكن اغير التوم احط مكانه بصله، ممكن القرن الفلفل ده ممكن نحط مكانه قرن فلفل عادي، ممكن نحط مكانه قرن احمر، حسب ما كل واحد هو عاوز وحسب ما هو حابب الطعم ايه، يزود اضافات او يخف اضافات. يلا بينا على النار ونبدا ان احنا نجهز السمكه بتاعتنا للاكله الجميله ديت، وهتشوفوا احنا بنجهزها بنعملها ازاي. يلا بينا. وزي ما انتم متابعينا كده، حطيت طبعا الطاسه بتاعتي على النار، وهنزل فيها بملح خفيف الاول عشان ادي للسمكه لون واحمرها الاول في التفال كده على خفيف. طبعا النار بتاعتي بتبقى خفيفه خالص عشان لا احرق السمكه ولا احرق طبعا الطاسه بتاعتي التفال عشان ما تتحرقش. على نار هاديه خالص كده بنسيبها شغاله وبنحط عليها السمكه، بتاخد على كل جنب 7 دقائق عشان تاخد معايا لون وتدي طعم وتديني طعم المشوي، لان انا مش عاوز اقلي السمكه ولا يبقى طعم طبعا الزيوت فيها او كده، لان انا بعملها طبعا بالزبده وبنشتغل بنعملها بصوص المستردة. هو كده دلوقتي بعد ما الطاسه بتاعتنا سخنت هننزل فيها طبعا بالسمكه بتاعتنا. وهنستنى على السمكه بتاعتنا كده 7 دقائق تاخد لون معايا على جنب واحد. يا جماعه ما نقدرش نقلب السمكه قبل الوقت ده عشان ما نخليش السمكه اللي تبقى لازقه مننا وتشلع، يعني الفصوص تبقى لازقه في التفال، لازم السمكه تاخد سويها عشان تستوي عشان تنزل الزيوت اللي فيها، تبدا ان هي تفك من الطاسه بتاعتنا ونقدر ان احنا نقلبها بعد ما بتاخد لون معانا. يلا تابعونا. زي ما انتم متابعينا كده وشايفيننا، بسم الله ما شاء الله، شايفين يا جماعه ده كله، شايفين بيضه السمكه اهو اللي هي اتحمرت اخدت بولون واتحمرت. طبعا دلوقتي احنا هنقلبها بالراحه عشان تاخد لون الجنب الثاني. بنخلي كده بالراحه على السمكه. شايفين يا جماعه لون السمكه بسم الله ما شاء الله، يعني اخذت لونها اللون الاصفر الجميل ده زي ما انتم شايفين كده، بسم الله ما شاء الله.
هنسويها الجنب الثاني برضو، وهنبدأ ان احنا نكمل الاكلة بتاعتنا. وبكده يا جماعة بعد 5 دقايق، يعني احنا مش هنستنى 7 دقايق لان لسه السمكة هتاخد سوية في الصوص، هننزل بقطعة الزبدة بتاعتنا. هنستنى طبعا ان الزبدة بتاعتنا تغلي خالص، واي ابخرة فيها او اي ماء اي مواد سائلة هتروح منها زي ما انتم شفتوا كده. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة نزلت بالثوم، واول ما الثوم طبعا اخد ريحة معايا كده 3 دقايق بالظبط، نزلت بالقرن الشطة الحراق بتاعي زي ما انتم متابعيني كده. بعد كده ننزل بكاسه ميه صغيره تقريبا اقل من نص كوبايه ميه، وبكده احبابي هنبدا ننزل زي ما انتم شايفين كده، ننزل المستردة بتاعتنا واحده واحده ونخليها تمتزج بالخليط بتاعنا. بنحرك الخليط كده كله عشان يمتزج في بعضه. هننزل بالفلفل بتاعنا. والملح. وبالكمون. بنحرك الصوص كده كله على بعضه كده في طبعا في الطاسه بتاعتنا كويس، وبعد كده هننزل بقطع الجبنه بتاعتنا. زي ما انتم متابعينا كده طبعا النص كوبايه ميه اللي احنا حطيناها اتبخرت خالص، والصوص بتاعنا بسم الله ما شاء الله بقى جاهز، واكلتنا بقت جاهزه. هننزل عليها دلوقتي بالكزبره او الشبت بتاعنا او البقدونس. وبكده الأكلة بتاعتنا بقت جاهزة يا جماعة، إن احنا نحطها في الطبق ونقدمها.
وبكده احباء اصدقائي في كل مكان، ده شكل الطبق بتاعنا الجميل. طبعا الطبق سمك الدنيس بالمستردة والجبنه البيضاء، اتمنى ان هو يعجبكم، واتمنى دايما كل الفيديوهات اللي احنا بنقدمها تعجبكم، واكتبوا تعليقاتكم وقولوا ايه رايكم في المحتوى اللي احنا بنقدمه. كان معاكم كينج شيف، اتمنى دايما تستمتعوا معنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.